قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنناقش في المحاضرة دي مقال هام جدا 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 عن موضوع الساعة لمن دول، وهو COVID-19 أو فيروس كورونا. صح ولا شطار؟ ده موضوع الساعة، الناس كلها بتتكلم عنه. طب يا مستر محمود، حضرتك هتناقشوا معانا ليه؟ عشان الموضوع ده متوقع يجي لنا كقطعة أو مقال أو ترجمة في الامتحان، فناخد بالنا منه أوي أوي ونركز على الكلمات الصعبة اللي موجودة فيه ونحفظها ونعرف معناها. يلا نناقش مع بعض ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يلا حبيبي ورقة وقلم وخليك معايا. Since the dawn of history، يعني منذ فجر التاريخ. كلمة the dawn، دون لوحدها معناها فجر، وعايز اقول فجر التاريخ يبقى the dawn of history. خد بالك بدأنا الجملة بمين؟ بsince. يبقى خد بالك since هيجي بعدها بداية حدث، ثم مضارع تام، كمضارع تام كزمن. وصلت يا باشا؟ نستفيد من كل النواحي بقى. خلاص تمام، حلو قوي. Since the dawn of history، هغير اللون للون الاصفر افضل. منذ فجر التاريخ، the world، world اللي هو العالم، تمام، has been hit. خد بالك الجملة من المجهول، يعني word هنا مفعول. العالم ضرب by so many fatal epidemic، تمام، by so many يعني بالكثير والكثير من الفتل epidemic. كلمة epidemic وبقولها بالنطق البطيء ليه؟ epidemic. كلمة epidemic، epidemic بمعنى وباء، وكلمة فتل بمعنى قاتل. يبقى منذ فجر التاريخ ويضرب العالم بالكثير والكثير من الأوبئة تمام، أو الأمراض الوبائية القاتلة. عندنا هنا كلمة فتل epidemic diseases بمعنى أمراض وبائية، وبائية إيه؟ قاتلة، تمام. such diseases، ومثل هذه، ومثل هذه الأمراض diseases have caused millions of deaths. بديكوا أفكار أهو المقال، بديكوا كلمات للترجمة، بديك فكرة عن أهم أفكار موضوع فيروس كورونا اللي ربما يجينا في باسج كمان فنقدر نتعامل معه. have caused millions of deaths، مثل هذه الأمراض القاتلة الوبائية، fatal epidemic diseases، مثل هذه الأمراض have caused يعني سببت يا حبيبي، تسببت في millions of deaths. طلعنا طبعا بالفعل cause بمعنى يسبب، تمام، millions of deaths يعني ملايين الوفيات، deaths بمعنى وفيات، مترجمة قدام حضرتك اهوت، all over the world في جميع انحاء العالم. the outbreak بمعنى انتشار او اندلاع، انتشار او اندلاع of an unknown infectious disease، واندلاع وانتشار مرض، خد بالك، معدي. كلمة infectious بمعنى معدي، وunknown بمعنى غير معروف، كل دي صفات. بنحط بعد كده ايه الموصوف او الاسم الموصوف اللي هو disease. طيب، واندلاع او انتشار يلا شطار، مرض معدي وغير معروف called coronavirus، يدعى أو يسمى coronavirus، أو اللي بنسميه علميا COVID-19. COVID-19 has already threatened human life، بالفعل هدد الحياة الإنسانية أو الحياة البشرية. تمام التمام، تمام يا مستر. طيب نروح بقى للباراجراف اللي بعد كده. Coronavirus COVID-19 is mainly spread، يعني is mainly spread يعني ينتشر بشكل رئيسي، is mainly spread during close contact، خلال او اثناء الاتصال المباشر او الاتصال القريب او المتقارب، يعني اتنين يبقوا قريبين من بعض جدا فواحد يعطس فالتاني ياخد العدوى. خد بالك، يبقى during close contact، contact بمعنى اتصال، كلمة close يعني قريب او مباشر، يبقى اثناء الاتصال القريب او المباشر.
It's common. It's common. خد بالك من اللي جاي. Symptoms. Symptoms. ايه كلمة symptoms دي؟ ده نطق صح. اسمها قول معايا. Symptoms. Symptoms بمعنى اعراض، وكلمة common common بمعنى شائع. يبقى واعراض واتس دي صفة ملكية من غير العاقل، واعراضه الشائعة include يعني include تتضمن او تشتمل على، خدنا الكلمة دي في المنهج يا حبايبي، fever يعني الحمى، سخونية يعني، كف يعني مش كح، لا لا كف. خلاص حبيبي كان طالب عندي انت قالك كح، كح مين يا عم؟ يبقى كف، كف اللي هي الكحة او السعال، and shortness of breath وضيق التنفس، يبقى دي الاعراض الشائعة بتاعته. تمام. طيب طلعنا بكلمة ايه يا شطار؟ symptoms. كلمة sim تيمز، symptoms. symptoms يعني اعراض. كلمة common بمعنى شائع. كلمة fever بمعنى حمى. كلمة cough بمعنى كحة أو سعال. shortness of breath يعني ضيق التنفس. thousands of people have lost their lives يعني الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم after catching this mysterious disease بعد إصابتهم تمام بمثل هذا المرض الغامض. كلمة mysterious صفة بمعنى غامض. وصلت يا باشا؟ وcatch a disease يعني يصاب بمرض، يبقى catching this mysterious disease معناها هذا المرض الغامض. نكمل مع بعض. All the world كل العالم، ومش العالم بس، all the world countries كل الدول في العالم أو كل الدول العالمية، work together تعمل سويا to fight this disease. يلا نترجمها مع بعض. يبقى كل دول العالم تعمل سويا، work together to fight لمحاربة this disease هذا المرض. scientists العلماء have been doing their best يعني have been doing their best يعني يبذلون قصارى جهدهم. اكتب لي ده كده عندك في الملاحظات، يبذلون قصارى جهدهم to find a vaccine. كلمة فاكسين بمعنى مصل أو لقاح، مصل أو لقاح. يبقى العلماء يبذلون قصارى جهدهم لإيجاد مصل أو لقاح for it لهذا الوباء أو المرض. efforts يعني efforts المجهودات to prevent the virus، والمجهودات لمنع، لمنع the virus، لمنع مين؟ the virus is breeding يعني المنع انتشار الفيروس. يعني طبعا is breed ينشر، is breeding يعني انتشار. we المجهودات لمنع انتشار الفيروس، virus is breeding include يعني include تشتمل على، قلنا travel restrictions يعني قيود على السفر. تمام. دلوقتي في قيود على السفر، منع السفر يعتبر بين الدول، فاحفظ لي كلمة restrictions بمعنى قيود. ايه كمان يا باشا؟ كلمة حجر صحي اللي هي quarantine. احفظ معايا كلمة مهمة دي، quarantines. quarantines دي معناها حجر ايه؟ صحي. كمان مرة repeat after me، قول معي quarantines. فايدة المقال ده حبايبي او الاسي ده تطلع بكلمات تمام عن موضوع كوفيد 19 او فيروس كورونا، تطلع بافكار تمام، تبقى حضرتك تمام واعي للموضوع كويس بس in English، كلنا واعيين له باللغة العربية لكن بالانجليزي عشان لو جالنا ان شاء الله في اي سؤال من اسئلة الامتحان، خصوصا سؤال القطعة او المقالة والترجمة، نكون مستعدين كويس ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام. خد بالك كل المعلومات ديت هي مكتوبة هنا انجليش لكن ممكن تنفعك كمان في كتابة موضوع باللغة العربية. نكمل مع بعض يا باشا. قلنا quarantines بمعنى حجر صحي، احفظ الكلمات دي، الكلمات دي للحفظ. and curfews. curfews يعني حظر التجول، احفظ الكلمة دي كمان. يبقى كلمة curfews بمعنى حظر التجول، حظر مين؟ التجول. quarantines يعني حجر صحي، restrictions بمعنى قيود. تمام يا باشا؟ تمام التمام. يلا نكمل مع بعض باقي الاساي المقال الجميل اللي انا جبته لكم النهارده ده. يلا بينا يا باشوات. تمام. يلا يا باشا، يبقى قلنا الحظر كيرفيوز يعني حظر التجول. سكولز المدارس، يونيفرسيتيز اند كلوبز المدارس والجامعات والنوادي، هاف كلوزد تمام يعني اغلقت. ان موست اوف ذا وورلد كانتريز في معظم دول العالم. تمام التمام. كمان doctors يعني الأطباء have given people pieces of advice، الأطباء أعطوا نصائح. تمام. خد بالك عايز تجيب نصائح ما تقولش advices لأن ده اسم لا يعد، نحط قبله كلمة pieces. فعايز تقول نصائح تقول ايه؟ pieces of advice to avoid it. يبقى الأطباء أعطوا نصائح تمام كتير للناس لتجنبه، عارفين avoid بمعنى تجنب، فعل مهم جدا. the best thing
is regular and frequent hand washing with soap and water. يعني افضل شيء لمواجهه هذا ها the best thing افضل شيء في مواجهه هذا المرض تمام هو regular يعني regular regular بمعنى منتظم وfrequent بمعنى متكرر الغسيل المتكرر والمنتظم لليد بمين with soap 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 مش soup soup اللي S O U B بمعنى شوربة with soap الصابون and water water يعني المياه another thing is that حاجة كمان one should avoid touching his face على المرء على الشخص يعني أن يتجنب لمس وجهه with unwashed hands بأيدي غير نظيفة أو غير مغسولة كلام ده مهم جدا خد بالك منه governments الحكومات can also prevent the spread of the disease الحكومات أيضا تستطيع منع انتشار هذا المرض اللي هو كوفيد 19 او كورونا فيروس by banning people بمنع الناس by تتبع verb ing وكلمة ban بمعنى يمنع تمام او يحرم يبقى او يحذر by banning people from leaving infected from one country to another بمنع الناس ان يغادروا وهم مصابين بالعدوى كلمة infected يعني مصاب بالعدوى from one country to another من دولة الى اخرى وصلت الشطار تمام التمام طيب coronavirus أو COVID-19 has had serious impact لتأثير كلمة impact بتساوي effect بتساوي influence تمام coronavirus COVID-19 has had serious impact on global economy على الاقتصاد العالمي most major institutions يعني معظم المؤسسات الرئيسية تمام كلمة major بمعنى رئيسي تمام معظم المؤسسات الرئيسية في العالم and banks والبنوك have suffered a lot تعاني كثيرا أو عانت كثيرا وما زالت كمان the manufacturing sector يعني the manufacturing sector يعني قطاع التصنيع أو قطاع الصناعة has been hit hard ضرب بشدة all over the world في جميع أنحاء العالم طبعا has been والتصريف الثالث جملة مجهول في المضارع التام اصحى صح صح فوق مهم الكلام ده وناس كتير طلبت مني اتكلم في الموضوع ده in English اتفضلوا حضراتكم هدية مش هتلاقوها على اي قناة تانية بإذن الله تعالى صلوا على النبي وصلوا على السلام موضوع جميل جدا وسلس وجاب لكم أفكار سهلة تمام خليكم معي يقول لي كمان oil prices يعني oil prices اسعار البترول تمام have fallen down يعني ايه انخفضت have fallen down نستخدم زمن المضارع التام ليه يعني بيعبر عن شيء بدا في الماضي بس لسه تاثيره مستمر وموجود معنا في الحاضر فده افضل زمن نستخدمه في كتابه الموضوعات دي because of a reduction بسبب انخفاض خدنا الفعل reduce بمعنى يقلل او يخفض طب reduction يعني انخفاض in global economic activity بسبب الانخفاض في النشاط الاقتصادي العالمي يبقى global economic activity بمعنى النشاط الاقتصادي العالمي شايف ناس ما شاء الله عليها بتسجل وراها بتكتب الكلمات ما شاء الله عليك وربنا يحميك وحبايب tourism ليه مين السياحة is entering a great crisis السياحة كمان داخل على ايه great crisis كلمة crisis يعني أزمة على أزمة عظيمة احفظ crisis بمعنى أزمة تمام due to اللي بتساوي because of أو owing to بمعنى بسبب worldwide great panic of coronavirus بسبب الرعب المنتشر عالميا من coronavirus خد بالك worldwide يعني المنتشر عالميا الرعب العظيم المنتشر عالميا من coronavirus يبقى على بعضها due to worldwide great panic هم panic قلنا معنى رعب مش خوف fear يعني خوف يعني ممكن ايه اعدم الموضوع ما فيش مشكلة خوف عادي لكن كلمة بانك رعب ولا عياذ بالله وزعر تمام يلا نكمل مع بعض تمام يا شطار بنتكلم عن تأثيرات كورونا فيروس كمان على الاقتصاد العالمي نكمل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم نروح لاخر حاجة عندنا بقى واخر باراجراف هنا شطار وركز معايا بس صلي الاول على سيدك النبي ويلا اللي ما حطش اعجاب يحط اعجاب يلا ويشير الفيديو ده ناس كتير هتستفيد عارف ان حضراتكم ان شاء الله هتدعولي in fact يعني في الحقيقة the whole world يعني في الحقيقة كل العالم has learned the lesson يعني has learned the lesson يعني تعلم الدرس coronavirus covid-19 has proved فقد اثبت prove يعني يثبت فلقد أثبت كورونا فيروس فيروس كورونا that borders أن الحدود الموجودة بين الدول haven't stopped the spread of disease لم تمنع انتشار هذا المرض another lesson ودرس تاني
is that هو ان people people هو الناس should trust experts على الناس ان يثقوا trust يعني يثق في الخبراء who lead lead يعني يقود والذين يقودون the fight against the virus والذين يقودون المعركة ضد هذا كلمة fight يعني ايه المعركة تمام ضد هذا الفيروس وصلت fight بتساوي battle تمام وفايت فعلي كمان بمعنى يحارب وصلت يبقى the fight against the virus in addition to that معناها بالإضافة إلى ذلك خد بالك بنربط بين الأفكار إزاي أحسن صورة لكتابة الإيسي قدامك أو الباراجراف تربط إزاي علامات الترقيم مهتم بيها ببدأ بكابيتال الأفكار كلها في نفس الموضوع في تسلسل في الأفكار تبنون عليه كوهيرنس اللي هو الترابط العضوي الوحدة العضوية بتقول عليها كده في اللغة العربية الكلمات بحاول أبعد عن الكلمات الصعبة على قد ما أقدر سواء وصلت ولا يا شباب تمام الحاجات دي كلها جميلة طيب The role played by mass media والدور الملعوب خد بالك ان القص الجملة the role which is played حذفنا which is وخدنا التصريف الثالث لان الجملة فيها ضمير وصل محذوف في حالة المجهول The role played by mass media والدور الملعوب بواسطة وسائل الاعلام mass media to show people عشان يوروا الناس او يبينوا للناس شو بمعنى يظهر او يبين او يوري باللغه العاميه كده الناس how to avoid catching the disease كيفيه تجنب avoid catching كنا عارفين avoid فعل يتبع باسم او verb ing avoid catching the disease والدور الملعوب بواسطه تمام وسائل الاعلام والتي هتظهر للناس او تبين للناس كيف يتجنبوا الاصابه بهذا المرض الى هنا يكون انتهيت من مناقشة إيسي مهم جدا جدا يا شطار أو باسج مهمة جدا جدا عن كوفيد 19 أو فيروس كورونا لحديث العالم حاليا واللي أكيد واضع أي امتحان هيتأثر بيه على الأقل ما تجيبوش حتى في باسج أو في باراجراف أو في إيسي هجيبه في إيه في ترانزليشن ناقشنا أهم الكلمات اللي موجودة في الموضوع ياريت نحفظها زي اسمنا ترجمت الموضوع كامل يا حبيب قلبي تمام ياريت نهتم بيه تمام ونحفظ على الأقل الكلمات اللي موجودة فيه وإلى أن ألقاكم إن شاء الله مع موضوعات تانية ومقالات تانية تمام متوقعة أراكم على خير وما تنسوش زي ما عودتكم في آخر الفيديو دعم القناة يا حبايبي لأن دي قناتكم ادعمنا بالاشتراك لو حضرتك جديد بالإعجاب بالتعليق ويشير على أوسع نطاق عشان غيرك يستفيد فتاخد أجر الدال على الخير كفاعله وإلى أن ألقاكم على كل الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.